يقول الأخت تقول الشيخ الذي شك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها لا يلتفت إلى الشك في الوضوء ما دام توضأ بيقين فإنه لا يزول بالشك الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك والحمد لله سئل صلى الله صلى عليه الله وسلم, وسلم عن الرجل يشكل عليه هل انتقض وضوءه أو لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فدل هذا على ان الاصل على ان الاصل ان اليقين لا يزول بالشك نعم